لما يكون عندنا في المشهد شخصين مهمين في المنظومة السياسية والمنظومة الدستورية وهما على خلاف، والتنسيق بينهم أصبح تقريبا شبه مستحيل، والثقة بينهم أصبحت منعدمة، والأزمة تهدد مستفحلة وتهدد بمزيد الاستفحال، فما خيارات بين الزوز أشخاص هذوما؟ أعتقد أنه فما واحد منهم يجب أن ينسحب. لا يمكن أن يكون رئيس الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية منتخب بالانتخاب العام والمباشر ولا يمكن إزاحته من العملية السياسية. أعتقد أن الحلقة الأضعف هو رئيس الحكومة. رئيس الحكومة حتى وإن كان يتمتع بتزكية من البرلمان إلا أنه ما هوش منتخب، مشروعيته أضعف من مشروعية رئيس الجمهورية، موقعه السياسي أقل أهمية، مش موقعه الدستوري، مش موقعه التنفيذي، أقل أهمية من موقع رئيس الجمهورية. أعتقد أنه حكومة المشيشي صارت الآن في محسوب منتهية سياسيا، منتهية المسألة، مسألة وقت، في لحظة احتضار بالنسبة لي، في لحظة احتضار انتهى الأمر. يجب أن نجد مخرجا الآن، مخرج يمكن المشيشي من الانسحاب بطريقة تمكن الجميع من حفظ ماء الوجه. هذا مهم ويجب القيام به، وهو ممكن أن نجد حول توافقات، يمكن أن نجد في مخارج كثيرة. إما أن يستقيل المشيشي ويعيد الأمر إلى رئيس الجمهورية، هذا ربما يرضي رئيس الجمهورية ولكن لا يرضي أطراف أخرى، لأنها مش تشوف أنها فقدت مرة أخرى زمام المبادرة. هناك إمكانية أن يعرض المشيشي نفسه مرة أخرى على ثقة البرلمان، الحكومة برمتها، ويتم كما صار مع حبيب الصيد، ويتم الاتفاق على أنه ما يتمش تجديد الثقة فيه. وهوني فما إمكانية، أعتقد أنه إمكانية واردة للاتفاق مع رئيس الجمهورية في هذا المجال، أو أن تتولى الأغلبية البرلمانية، وهذا ربما الحل مطروح ولكن يبقى دائما في إطار المشاورات والتوافق، هو أن تتولى الأغلبية البرلمانية توجيه لائحة لوم للمشيشي. المشكل في الحل هذا اللي هو ربما الأقرب أنه يتحقق، هو كيفاش مش يلقاو صيغة للاتفاق حول خليف، من سيخلف المشيشي؟ لأن لائحة اللوم لما تقدم لسحب الثقة من رجل بالتزامن مع مرشح لرئاسة الحكومة لتشكيل فريق حكومي جديد. بالضبط، هذا إذا كان رئيس الجمهورية ما هوش موافق على المسألة هذه، أو مش موافق على الشخص اللي مش يتولى خلافة المشيشي، ربما نلقى رواحنا في يعيدنا لنفس المربع، نفس المربع، يعني يرفض استقبال الحكومة الجديدة، يرفض توجيه لتنظيم موكب أداء اليمين، يرفض التسميات. أعتقد أنه لابد من إيجاد مخرج سياسي، ولكن على أرضية مختلفة.